وين ماشي مش تهزنا توا باش نهزك بنيتي على غفله لدويرتي. راجل اللي يعمل في الدياليز شوفوا شاهدوا بعينيك شاهدني انا فاش نعيش. هذاك مما جابك ربي باش تعرف الحق من الحقيقه انت وغيرك، فهمت بنتي؟ وربي سبحانه وتعالى ما يخليه بحد. اسمه الكريم رحمن رحيم ومجيب الدعوات. شوف وقت اللي نمشي من هنا حتى البار واحنا تصفيق وصغاريت ونسلموهم كبار وصغار، فهمت؟ احنا نصفقوا لسي الزين. يحيى سي الزين، يحيى الزين عابدين، يحيى سي الزين. لا هو لاختي ليلى. عملت حاجه ولا هي وياه، ومن بعد هلكت البلاد دخلت كانت باش تنحيه هو طق نسيبه. السبحه ما تنحاش من يده يبني في الجواب، نسيبه اللي ماخو بنته السسبة الصغيرة. السسبة الصغيرة أنا عارفاش صخر الماطري اللي ماخذ الصخر الماطري معناها، ومطرفكو باعوا البحيرة وهل مش هذيك برك عملوا باش يغطيو عامل قناة الزيتونة. اللي يعمل خير إيمانه في القلب لكن ما وقرها الفعل، ما تعطينيش وعود كيما عمل لنا وما عمل شيء. الشباب عاد نبداو بك جماعة الضعفاء. انا نعطيك حاجه، ناس عاطينهم مضامين، انا نتكلم على روحي كبعاق وهم ياخذوا في 400 و500 شهريا وتصب الكاسه عليه يعطيهم في 100,000. علاش ما نعطيوهاش الواحد ما عندوش؟ دين الاسلام ودين التسامح، لكن شكون يعاون؟ يجي انا نقول نزكي اعطي علوش لسي فلان وسي فلان بالوجوه. وامنا ام التونسيين ردوا معناها العالم في يدها مرت الزين ولات بوم عليناش اش عندنا فيها سياسه تخدم فيها. وحلت ورده شوين الوحده اللي عملتها بقى اللي مشيوا لها الجمعيه نتاعها بسمه معناها مشيوا لها الكرتاج واحد. انا جات الفنانه عملت اعتاس اعطاتها دار ما عندهاش وكوني سقات وتستاهل معناها عاونتها. برشا ناس عاونتهم احنا فاش عاونتهم تعمل بروتوكوليات وتعطي المعاقين وحاجات واحنا ما خذينا شيء. هاو يفرقوا في الديار لشكو مشيت مثلا للسيده المنوبيه المراه عندها دار شاتو ثلاثه ديار عطاتهم ثلاثه ديار. علاش عطيتها ثلاثه ديار؟ ثلاثه ديار عندها وتكري فيهم وهي في دار كبيره اولا بلاش. والسيد اللي يخدم معاه سامحني سامحني لحظه، السيد اللي يخدم معاها في القصر فهمت؟ عطاته هنشي طفل صغير عطاته هنشي وبعد الهنشية احنا مش اللي اعطته. لحظة لحظة من تحت من تحت منه لا حسد سامحني من تحتك الولد هذاك هو الاسم عندي واللقب عندي والوحدة متاع الولادة متاعو عندي فهمت؟ وشوف واحنا كيف نمشي ونشكيو للوالي والمعتمد والغير 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 ويعطيهم الصحة يعطيهم الطريف. لا هذا ما نقولش فيه، أما حاجة برك اللي تونس خلات وجلات. انا معاق ونعم في الدياليز والاعاقه نتاعي الكلاوي والاعصاب معناها غير قادر باش نخدم. انا جبله واحد نجي من الدياليز كي نجي نقعد على البنك ساعه تصلي تو ما عادش نجم نصلي تو عاك شان بكل بنت هذيك ما تلقاش خدمه تتلاوح اصلا عندها الدبلوم في الخياطه في الخياطه مدي لها دبلوم خليها تشوفه هيك سجلتك وصورتك يعطيك الصحه. الثوره اللي عملوها ما شعرناش به، قل لي كيفاش نشعروا به، قل لي اختي. كيفاش؟ كيفاش؟ وقت ترفع تونس، أكل البطالة تخدم، أكل الناس اللي تبكي ما خدتش حقوقها تاخذ حقوقها. أكل مسكين. اللي عامل الكباس وما خدمش عمره 50 سنة، ولا يخدم في قهوة، ولا يخدم شوفور، خاطر تو صاحب عائلة باش يدبر راسه، يخدم حتى في الدقائق. صحيح ولا؟ بنيتي أنا طالبة شيء، اسمع اللي طلبته وقلكش طالبة. طالبة تونس تريد يا ربي رايضها ويا رب إن شاء الله ترجع سمحة كما كانت وربي ينجحها والمعطى معطى الله لا غير ولا غير ولا غير وخلف ربي كيف يرزق ربي الحمد لله نحمد ربي نشكره وزيد اللي يعملوا فيه السابوتاجات أكلي ما عندهمش بكل أكلي مسكنات يعملوا فيهم الكل أكلي مسكنات في الجبولات أكلي في الثلوجات أكلي مسكنات ما عندهمش ماء وبلادنا السياحة مشات الفلاحة مشات يمي لا عندهم ماء مواردنا لا عندهم ضوء مشيت. لا عندهم حتى شيء احنا نحمدوا ربي السعودية تبعث لنا إعانة وأبو ظبي مرحبا بهم اليوم نطلبوا تعطينا الإعانة وغدوا منين ناخذوا الإعانة فهمت يا مي نعملوا على روحنا
السعودية بعثت 4-2 هي وأبو ظبي. أختي تتبع في الأخبار الكل، حتى البابا تو باش يدفنوه مازال ما خلاتش، قاعد تتبع فيه. شوف قداش من ألف، معناها هو قبطي، وشوف قداش من ألف الكنيسية ويسامحوا فيه حتى المسلمين. الكلاش اللي قلبه باهي ما قبلش اليهود، هو قبطي على ديانته ولا كاثوليكي ولا أردوسوكي ولا مسيحي، لكن ما قبلش اليهود عنده، وما مشاش يتشرف للسعودية خاطر عندها الفلوس. عند الاستقلال جابوه جدودنا بالدم نتاعهم، ما تقوليش بورقيبة ويكس وجريج وزيد. حرب نزلت هدايا، احنا صغار مانيش صغار صغار، فهمت؟ انا امك توا عمري 64 سنة تفهم فيا ونثبت عليه. تلقانا من ابن خيار النابل واحنا ماشيين في بنزرت، واحنا نهزوا في العلمات وشيخين في العيد الاستقلال، وقت هذا الاستقلال ما خديناش الاستقلال. علاش؟ ناقصين مسكن، جواع، اولادنا مش تخدم، معناها برشا ادويه، الدواء ما فماش، معناها هذه الكل ضروريات الحياه. وكي يحكيوا بالمليارات والبليارات، الناس ما عادش تحكي بالملايين، بالبليار وبالمليار، والشعب تحت صفر. اي نعم 90 ولا 80% ما عندهمش مسكن لايق، يقولوا التوانسه في مسكن لايق 90% ولا 80%. انا طاحت علي الدار بشتاء كانت تلوح، الناس بنات هيل تيم صح، اعطوني 300 الولايه، 300 اش تعمل؟ من 6 ولا 7 ملايين في جراج، انا ولادي عام في جراج، لا دوره مياه ولا تواليت ولا ماء، نحطوا جراري والناس تتعدى تتفرج فينا. لا غاز لا 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 ضو ولا ماش، قلت له نشعل شمعة. جاري عنده الضو نقرق بيه بجاه ربي، يعطيني طريف ماء عشان الضو عندي الاخوي، شماتة فيا انا. لا وجا الوالي وجا المعتمد وجات الحماية وقالوا لنا اخرجوا لا تموت، بركة البيت بركة الجبلة، يجي زوز متر تراب. وحتى الفلوسات عطاوهم للناس، واحد بنيتي جبته عمل لنا خذا لي الفلوسات، وتو الناس لا تمشي بيني بينه وعايش لي بنتي، يقولوا له حافظ الطرودي، قلبنا فيهم 500 وما خدمني شيء، خدمني نهار والثاني قلبني فيه وزاد فيه. ايش تحب هذه تونس؟ كيف هدية هذه تونس؟ هاتش شيتك هات صباتك، واحد يسرق والاخر ينهب والاخر يزوز في الزرقاء. إيه كان الشعب يكلمونا ونمشي للزين، وانا خالتك نعيمة يحيى الزين سي الزين، وانا الحلق متاعي طالع من هنا لهنا، فهمت؟ اليوم هذا يا سي الزين انا صفقت عليك وبكيت ونصفق عليك مع روش قلبي من داخل يا سي الزين. اختي وصلوا العباد هذيك الجرة نتاع الصباح، فهمت ولا؟ معناتها باش يستقبلوا الزين ومشوا شو اسمها الاربعة نتاع الصباح؟ اي الاربعة، فهمت ولا؟ باش يستقبلوا الزين وعلامات في ايديهم وكذا. تفهم فيا بنتي في الاخر سي الزين يزين سعده خلاها نظيفة. وقتها مريض انت؟ انا عندي 8 سنين تو مريض. اسكت يا لا، معناتها قمتوا الاربعة نتاع الصباح؟ مريض بالسكر الاربعة نتاع الصباح. ايه مشاو هزوا على ما فهمت الاربعة نتاع الصباح واحنا في الشعبة. وقتاش هذا؟ انا عام هذا؟ هذا هذا يا ميمة توا عنده جي سنة جا الباردو، فهمت؟ مجلس النواب، تفهم فيا؟ نقول لك انا وشكون مشيت؟ مشيت احنا جارتنا من هكا وجارتنا من هكا وجارتنا من هكا، ومن عندنا واحد هنا زاد في الشعبة، يقول يا خالتي احنا نعيمة بجاه ربي، هيا انت تحفلها. الوالي والمعتمد شامل قالهم شاه ربي كل مرأة كبيرة لبسوها كل مريولة عليها، عطاها مريولة وشابو وشابو واكلوا حيدة الخزامة اللي هنا هكا تتحطوني. قلت عايشك يا سي الزين، ربي فضلك يا سي الزين، كي حطيت القزدري على قلبي وخليتني ميتة بيها توا، انا علاش نخزل توا؟ شنو وليت منه انا بن علي؟ شنو ما عطوناش فلوس؟ انا ممكن راه كبيرة شنو منه؟ وليت بنتي بلوحة انا هم اللي عطيتو، اللي في القهاوي نتاع الشعب اللي يجيب حكاية الاخر ولا فهمتني؟ هذوكم يعطيو في بنتي ملوحة، بنتي ملوحة، ولدي ملوحة، يعني انتوا يعطيو في الديار، ما يعطيونا حتى شيء. احنا توتا وقت طاحت الدار يعطيوني في 60 دينار، بعد ردوها 70، بعد ردوها المرة هذه ردوها 100، أكثر من هذا. ولا في العيد يعطيك كردون هكا فيها شوية كسكسي وسكر ودبوزة زيت. أنا مش وسطيني يا مرا، أنا ما عندي شيء الحمد لله، ولادي لاباس، أما علي نخزر فيه في التلفزة يا مو. الشباب تشرد اختي، ليش يعمل الشباب؟ لانه ما لقاش مورد رزق.
يعمل برويتة بتاع بسباس ولا هندي يزوهاله، يعمل نصبة بتاع بارفا ومكياج يزوهاله، يعمل نصبة بتاع السراب. ده أنا عملت نصبة لهنا، يقولوا له هات ال 26. سامحني سامحني، أنا عملت نصبة لهنا في الدندان، عملوا هكا هزوا السنجر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ندبت وجهي منها لنا، فهمت؟ قلت لهم هل ما هزيت لهم الرزية؟ قلت لهم ما هو راجلي رزية، خذوا هم الأولاد خذوا. أنا مالي نشطف عليك يا أخي، مش هكا نهز برناري الفوق كيف اللي تلبس لهنا ونقول ونمشي هكا في تونس فماشي ما نعجبهم يعطوني دينار ولا 500 فرانك؟ لا يا لال، نقل الشر وانا للشر معايا ربي العالم. انا راضين والحمد لله معايا ربي. سامحني في هالكلمة مش نقولها وفيه البركة. قال لك يا مصايب الدهر كفي إلى ما كفيت أفي، كم من جاهل تحت الثريا يضوي وكم من عالم مخفي. احنا في تونس يا لله، وصل القلم تاعي عايش لي بنتي وربي فضلك.